برحب بيك مرة تانية يا كابتن هيثم. طبعا دلوقتي معايا يعني احد العناصر الهامة جدا في مباراة النهاردة، نجم طبعا نادي الجزيرة، المدير الفني لسيدات سلة الجزيرة، كابتن عمرو عاصم. منورنا ومشرفنا على شاشة قناة نادي الاهلي، بنرحب بيك في البداية. طبعا اهلا بحضرتك، وبرحب بكابتن هيثم زميل الملاعب، وطبعا كابتن سلعاوي وكابتن داليا. كابتن عمرو، يمكن النهارده طبعا يعني في الاول هارد لك، ولكن الحقيقه النهارده كنتوا على اداء كبير جدا، شفنا اداء كبير جدا في الملعب، كنت في الكوارتر الاول يمكن فرقتوا كمان بكذا بوينت عن النادي الاهلي، كنتوا كسبانين النادي الاهلي. مباراه النهارده شايفها ازاي على الرغم من ان هي خلصت يعني فارق كبير بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو احنا بس يعني احنا بنكون فرقه جديده لنادي الجزيره، اغلب العناصر صغيره في السن ينقصها بعض الخبرات، بس هم حقيقه يعني عاملين سيزون محترم، فرقه بندافع كويس، بنتطور، عندنا كذا عنصر خبره، لكن اغلب الفريق فرقه صغيره، وعملنا نتائج كويسه في دوري المرتبط، وحاليا الحمد لله واصلين سيمي فاينل كاس مصر، وماشيين في الدوري الحمد لله في المركز الثالث. كنا بنطمع النهارده ان يعني نعمل جيم احسن كمان، بس ان شاء الله اللي يكون الجاي افضل باذن الله. كابتن عمرو، شفنا النهارده ضغط كبير جدا، انت يعني يمكن كان في ضغط كبير، كنا شايفينك قد ايه مركز مع الفرقه، متوتر، زعلان شويه في بعض الاوقات، داخل يمكن عندك اصابتين مهمين قوي في صفوف الفريق، طبعا يعني حبيبه حاتم وفاطمه هاني، يمكن ده برده كان عامل لك شويه قلق قبل المباراه. لو هنتكلم النهارده عن الاصابات دي وعن الضغط اللي كان موجود في مباراه النهارده امام الاهلي. وطبعا الاصابتين مؤثرين جدا، بس اللي انا بحاول اعمله في النادي وفي الفرقه ان احنا نحاول يكون النول اللي موجود يشيل. هو احنا في سيستم معمول، كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه صغيرين السن، دول برضو حبيبه وفاطمه عناصر منتخب مصر، بس اعتقد ما حدش اثر النهارده، كلهم ادوا بمستوى كويس، وانا عايز اعودهم زي ما اتربيت في النادي الاهلي ان احنا دايما بنلعب على المكسب تحت اي ظروف، حتى لو لا قدر الله خسرنا لازم نطلع رافعين راسنا، عاملين جيم محترم، مدافعين كويس، بندافع عن التيشيرت اللي احنا لابسينه، ده اللي احنا انا اتعلمته كده وبحاول انقله لعيبتي. كوارتر الثالث والرابع تحديدا فرقوا قوي، الاهلي فرق قوي عن الجزيره. اهم التعليمات او الانستراكشنز اللي كانت موجوده طبعا منك كمدير فني للفريق لكل لاعبات الفرقه النهارده، يمكن علشان كان ممكن اكيد كنت بتتمنى ان يحصل كامباك او ترجع تاني تدخل في الجيم. وطبعا مفاتيح لعب النادي الاهلي كثيره، اوكي، انا كنت مدرب عام منتخب مصر الفتره اللي فاتت، وكل اللعيبه دي انا مرنتها وعارف. هو صعب جدا انت تقفلي على كل المفاتيح دي، بس كان في كام كذا بوينت لازم كنا نتكلم فيها ونعمل ستريس عليها. ديفنسيف ريباوند عشان تحريمي الاهلي احد مميزاته، الاوفنسيف ريباوند اللي بيجيبوه رنيم ميرال سلعاوي بيخشوا في الاوفنسيف ريباوند كتير، طبعا عندهم نسب عاليه جدا في 3 بوينتس، دول كانوا المين بوينتس اللي احنا بنتكلم ازاي نقفل الشوطه بره، وازاي نحاول على قد ما نقدر ان احنا نجيب الديفنسيف ريباوند عشان نحرم الاهلي من السكند بول، ده كان اكتر 2 بوينتس شغال عليهم. يعني اخد من كلامك يا كابتن عمرو، يمكن ذكرت نقطه مهمه جدا، كنت ما يعني اكس النادي الاهلي، موجود قبل كده في النادي الاهلي، فكره ان انت دارس النادي الاهلي، اكيد مركز مع المباريات بتاعته، اكيد وجودك قبل كده في النادي الاهلي ده يمكن بيخلي المهمه اسهل شويه على الجزيره على عكس بقيه الانديه الاخرى، يمكن بيبقى فيه فرق بوينتس كبيره قوي على عكس نادي الجزيره، يمكن نادي الجزيره بيبقى ند بند في الكوارترز كلها امام النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك انا اتربيت في المنظومه دي، المنظومه دي لازم تعملي احسن حاجه عندك، تطلعي بتبقي في عندنا فايتنج سبيريت طبيعيه، ما يعني كل اللي بيخش جوه المنظومه بيبقى عارفها، انا ده كل اللي انا بعمله، بحاول انقل الكلام ده لعيبتي، والحمد لله يعني اعتقد بنسبه مش قليله الحمد لله ناجحين ان احنا نعمل كده. احنا في الستاتس بتاعت الدوري احنا المفروض ان احنا احسن فرقه بتدافع، احسن فرقه في دخل فيها بوينتس، فده مؤشر ان احنا ماشيين في الاتجاه المظبوط، واتمنى ان احنا نكمل على كده ان شاء الله. التحضيرات اللي جايه بقى يا كابتن عمرو، يمكن انت والاهلي وسبورتنج اقوى ثلاث فرق في الدور ده، اللي جايه هنبتدي نتنقل بقى لنظام بيست اوف 3، عايزين نعرف تحضيرات نادي الجزيره للفتره اللي جايه. احنا الحمد لله يعني حسمنا المركز الثالث مبدئيا من الجوله اللي فاتت،
حاليا احنا عندنا متبقلنا ماتشين مع سبورتنج ومع الاتحاد، ان شاء الله هنلعب بنفس المستوى وبالفايتنج سبيريت، وبنحضر للبيست اوف 3 ان شاء الله، ونتمنى ان احنا يكون لينا نصيب نكون في المربع الذهبي، وان شاء الله السيمي فاينال الكاس هنلعبه في 17/4 ان شاء الله. كابتن عمرو نورتنا وشرفتنا، وهارد لك مره تانية، اداء الحقيقه كبير، هارد لك ونورتنا مره تانية على شاشه قناه نادي الاهلي. ميرسي لحضرتك، شكرا جزيلا. طبعا زي ما انت شفت كابتن هيثم، يعني يمكن كان لقاء هام طبعا مع المدير الفني لنادي الجزيره كابتن عمرو عاصم.